إنجازات في كل القطاعات ونجاحات في كل المجالات، وكلها إنجازات ونجاحات ترم خير هذا الوطن. مدينة العيون تحتفي بالزيارة الميمونة المباركة التي شرف بها جلالة الملك هذه الأقاليم، زيارة لتجديد العهد مع مواطن هذه الأرض الطيبة الوفية للأشراف العلويين الأماجد الذين اصطفاهم المولى عز وجل لهذه البلاد، فضمنوا وحدتها وجمعوا شملها ووطدوا أمنها وأعلوا شأنها وخطوا بها على درب الخير والهناء لا تنال من إرادتهم وعزيمتهم ظروف الدهر ونوائب الزمان. في مثل هذه المناسبات التي تهب فيها الساكنة